جان الواحات رب يوم بكيت فيه ولما صرت في غيره بكيت عليه. المهرجانات اللي مرت سابقا مرت فيها الإنجازات ومرت فيها التعريف بالبلاد وبالتمور، وقلت فيها أنا أيضا قف أو لا تقف فالنخيل يموت والمياه تجف. الآن في مهرجان التمور سيموت النخيل ويبكي ويغرق في دموعه أسفا على ما هو فيه. إن شاء الله نشوفوا حاجة جديدة مختلفة على العوام اللي فاتت. اون بلوس هي بعد ثورة سي سور باش تكون فما حاجات جديدة، يبينوا المهرجان خير من العوام اللي فاتت. والله إن شاء الله نشوفوا مهرجان توزر بحلة جديدة ومشاهد تكون معناها تجسد قيم الثورة المباركة، وإن شاء الله نشوفوا معناها حاجة خارقة العادة معناها لبلادنا توزر. والله نستنى من المهرجان عروض باهية، سيرتو بعد الثورة عملوا ديجا عملوا برشا عروض باهية، وإن شاء الله يجيبوا حاجة جديدة السنة تنمي لنا شوية السياحة والتجارة برشا حاجات. بإذن الله نستنوا حركة باهية في توزر هنا، إن شاء الله تكون لاباس تعدى العطلة من غير مشاكل من غير تفوضى. العمل على ربي.